بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من صوت البرمجة. درس جديد من سلسلة دروس دلفي. اليوم سنرى مكون إيميج. إذا نفتح الدلفي، مشروع جديد، إذن ومن خلال الحزمة supplement أو additional نجد المكون image. إذن ماذا يعني المكون image؟ المكون image أو صورة، هذا المكون يقبل صورة معينة بداخله بامتداد معين، يعني امتداد معين، يعني لدينا عدد كبير من امتدادات الصور، هو يقبل أي امتداد لهذه الصور. والخاصية المهمة لهذا الإيميج هي الخاصية picture، الخاصية picture، والتي من خلالها تفتح لنا هذه النافذة. إذن أولا يظهر هذا الإديتر ديماج، يظهر فارغ، نعمل له شارجي فيظهر مربع الحوار الذي من خلاله نختار الصور. لاحظوا هنا لدينا العدد الهائل من الامتدادات عند الضغط عليها. لاحظوا عند الضغط عليها تظهر هنا 2، يعني جميع الامتدادات all extension الخاصة بالصور. لدينا الصور المتحركة من نوع جيف، لدينا JPEG بنوعيه، لدينا PNG كذلك، Portable Network Graphic، لدينا Bitmap PNP، الأيقونات، وهذه الامتدادات الأخرى. إذن وهنا لدينا بعض الصور من نوع PNG، لدينا كذلك هذه الصور من نوع JPG. إذن يمكن من خلالها هنا عند الضغط على أي صورة أو عند عمل سيلكت لأي صورة يظهر الفايل نيم، يعني اسم الصورة هنا، وتظهر صورة مصغرة لها هنا في هذا الجانب. لاحظوا نقوم بتكبيرها ونضغط على Open فتفتح لنا هذه الصورة، أو بالضغط مرتين هنا على هذه الصورة فتفتح لنا. إذن هنا تظهر في الإديتور ديماج، إذن نضغط على أوكي. لاحظوا حجم هذه الصورة، لدينا هذه الصورة الحجم الخاص بها هو 1662 بيكسل على 1080 بيكسل، يعني الصورة كبيرة جدا على حجم الفورم الذي لدينا. إذن ومهما قمنا بتكبير هذه الصورة داخل الفورم، وجب علينا تحديد الفورم بحسب أبعاد هذه الصورة، وجعل الخاصية Align بالنسبة لهذه الصورة إلى All Clear، وبالتالي سوف تظهر هذه الصورة. أو هناك خاصية يتميز بها هذا المكون، مكون Image، وهي خاصية Stretch. خاصية Stretch ماذا تعني؟ تعني ضغط أبعاد الصورة على حسب حجم المكون Image. مثلا هنا لدينا 481 على 401، إذا قمنا بجعل الخاصية Stretch إلى True، إذن لاحظوا كيف تأخذ الصورة الأبعاد الخاصة بالمكون إيميج، وبالتالي نستطيع رؤية الحجم الكلي للصورة داخل هذا المكون إيميج. ثم لدينا خاصية أخرى وهي خاصية الأوتو سايز. ما معنى الأوتو سايز؟
معناتها ضبط حجم المكون بحسب حجم الصورة. لاحظوا الصورة أخذت حجم الشاشة بأكمله، يعني الصورة كاملة لأنها أوتو سايز. ولدينا الخاصية سنتر كذلك، تقوم بجعل الصورة في وسط هذا المكون. نأخذ مثلا صورة أخرى أصغر من هذه، ستوب. لدينا الصورة هذه مثلا 64 مثلا، نأخذ هذه الصورة أوكي. إذن ونقوم بتصغير حجم الصورة. إذن لاحظوا الصورة في السنتر كيف تكون دائما وسط المكون إيميج. إذا نزعنا الخاصية سنتر وجعلناها فولس، إذن فالصورة ستأخذ هذه الوضعية، يعني top left. إذن إذا قمنا مثلا هنا بجعل الخاصية auto size إلى true، إذن سيأخذ الخاصية هذه، ستأخذ حجم الصورة الطبيعي وهو 64 ل 64 عرض و 64 طول بالنسبة لهذه الصورة التي نضعها هنا. يمكن وضع العديد من الصور داخل هذه الفور. نأخذ مثلا صورة أخرى مثلا هذه، نضغط OK ونجعلها Auto Size. إذن وتأخذ الصورة أو الأيقونة الخاصة بهذا الحجم. إذن ونقوم بجعل هذه الفور إلى لون آخر لتظهر Background Black. ننفذ، نلاحظ كيف تظهر هذه الصورة. إذن ولهذه الصور كذلك أحداث، ومن بين الأحداث event الخاصة بها on click, on double click, on mouse down, on mouse enter, on mouse leave، العديد منها. يمكن جعل هذه الصور يعني قابلة للنقر. مثلا هنا إذا قمنا بجعل الخاصية on click مثلا ونقول له image 2 إلى visible، نجعلها true. ونقوم بجعل خاصية visible لهذه الصورة إلى false. ننفذ، نضغط على الصورة. إذا لاحظوا كيف تظهر الصورة هنا، وكيف جعلنا هذه الصورة قابلة للنقر. وكذلك هنا النقر بضغطتين، نجعل هنا مثلا button، وهذا البتن الفيزيبل الخاصة به كذلك، أو الكابشن الخاصة به، نجعلها إلى فارغ. وهنا في الايفنت دبل كليك نقول له button caption ونضع نقطة فاصلة، ننفذ. إذا لاحظوا عندما نضغط ضغطتين تظهر الكتابة أو الكابشن على الزر. لاحظوا النقرة الأولى تظهر هذه الصورة، والنقرتين تظهر الكتابة على الزر.
ولدينا الخاصية كذلك on mouse enter و on mouse leave. on mouse enter و on mouse leave. on mouse enter إذا ضغطنا عليها ووضعنا مثلا button caption نجعلها caption نجعلها تتلقى كتابة أخرى مثلا هنا باللغة العربية وفي كذلك في الليف هنا أضغط كوبي هنا وكذلك في الليف عند مغادرة مؤشر الفأرة الصورة تظهر الكتابة هذه إذن ونضغط على تنفيذ ونلاحظ إذا لاحظوا تظهر السلام عليكم عند ليف تظهر من صوت كارون فيت إذا نعيد لاحظوا عندما تدخل أو يدخل مؤشر الفأرة إلى الأيقونة أو الصورة السلام عليكم عند الخروج تصبح من صوت 8 و4. إذن ولدى الصورة كذلك خصائص كذلك متعددة رأيناها في المكونات السابقة كخاصية الأونلاين خاصية الأنكور سب أوتو سايز والسنتر رأيناهم الكونستريت كيرسور الأنابلد والديزابلد يعني التفعيل والتنشيط ونزع التنشيط يعني ترو أو فولس الهند كذلك لديها نيم بيكتشر هي الخاصية المهمة ستريك أو ستريتش رأيناها كذلك ولدينا خاصية أخرى وهي خاصية ترانسبارنت وخاصية ترانسبارنت ماذا تعني؟ يعني إذا كانت الصورة بخلفية يعني بخلفية أو بلون في الخلفية فإن هذه الخاصية تجعل من الصورة شفافة تظهر الصورة فقط ولا تظهر الخلفية ولدينا الخاصية Visible, Width, Height كلها خصائص رأيناها في المكونات السابقة إذا كان هذا درس حول المكون Image تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة